هذه حكاية جديدة ما حكاهاش العربي. نص عماد بن حميدة، مونتاج وإخراج محمد بوقطايا، تقديم محمد السياري. مسيكم بالخير. يحكيوا على فلاح قليل فقير ربي العالمين، ما عنده من الحي كان الحي، وكسيبته طبة صغيرة، أرض جدود، صلعة قاحلة ضاحلة، يمشي موسم ويجي موسم، وهكا الفلاح يعزق ويعاود حتى لين الشعر نبت في كفوف يديه وفي الهاتو، هكا الأرض ما نبت فيها شيء. تقول شي الخز؟ لا لطف يا ربي، شيء تعبي كله مشى خسارة. هكا الفلاح كيف اللي أيس، قال شنية هالمصيبة هذه، أش بش نعمل؟ ومنها حفر، هز تراب، جاب تراب، صبت بيها كالطبة، اسقى بالماء مرة واثنين وغرقها تغريق لعل يجيب منها ربي، وبقى يستنى. شيء كي تكون حشيشة ما نبتتش. الخريف تعدى وبعده الشتاء بقرت واليليه، وهكا الأرض ما نبتت شيء. شاحت الدنيا وضربها الجفاف، كيف كيف نبت لا. قال بينو بين روحه بعد ما تنهت تنهيدة طويلة، كان صبت اندبي كان صحات اندبي، وكل واحد شعطاه ربي، انا ظهر لي هذاك مغرفتي شهزت. علاش ما تقولش هكا الفلاح في نهار من نهارات يشوف في شي اخضر خارج من كورداغة، عيني زعزت وصفن كادرونو، حط باش مقوم بين سنيه ومشى يجري لك الكرداغة فرحان، يلقى نبتة ما زالت كي طلعت وريقاتها خضر كزمرد دوب ما بداوي لعلو. هكا الفلاح من كثر الفرحة زغرت، وهكا الأرض رجعت عليه تزغريتها، وفرحته من كثر ما هي كبيرة حتى صغاره كي تولدوا ما فرحش بيهم بهكا الصيفة. الحمد لله الحمد لله. هكا الفلاح بعد ما ثبت فيها كالنبتة بدا يتسائل، اشنية زعمة، فول ولا حمص ولا جلبانة؟ ابقى يثبت فيها كالعشبة ما طلعهاش، قال خليها تكبر شوية ونعرفها شنية. الحاصل من نهارتها هكا الفلاح النبتة قريب يفرشلها الحرير، يمسح ويبنن عليها ويدلل فيها ويسقي ويشبع فيها بالماء. في نهار من نهارات فاق الصباح عينيه مبجبجة بالنوم، وطول تنطر من فرشه وهو يدهشر باش يمشي يطل على هكا النبتة، ودوب ما شافها شعرة لتكب وتغاشى وهبط ساكت من الشي اللي راه. اشنو اللي شافك الفلاح؟ شاف زنس قرعة في هكا الكرداغة قد قبت سيدي محرز، يعطينا رضاه ويصلح دعاه، الحاصل دار وما ترفعهاش. فرك فسوسو يحساي بروحو يحلم، ومنها مشى مس جس مسح، قال صحيح هذه هاي قرعة، سبحانه ما عاد مشانو القرع يكبر هكا. هكا الفلاح وهو مازال باهت في مخلق ربي، ونهارتها السلطان اختر له باش يعمل جولة يسأل على الرعية وحوال الرعية. اثنية جابته من غادي، تعدى بكروسته وخيالته وتباعه، ويشوف في طبة الأرض تاعك الفلاح كحلة والكلها مشقة كساق الحافي، وما نبتت فيها كان هاك القرعة. قال شنية هذه؟ وهاك الموكب الكل وقف، والسلطان هبط من كروسته وبقى يخزر ويعوج في فمه هو على اليمين وهو على اليسار، ومنها قال جيبوا لي مولا الأرض هذه. جابوهولو يدفروا فيه دفران قريب يكبوه على وجهه، والمسكين يتغبن وخايف من الملك لا يعمل فيه بعض العمايل. السلطان بزز فيه عينيه وقال له أشنية هالقرعة هذه؟ مهم الأرض كامل على خطرها، أنا ينبت عندي القرعة يلي ما تحشمش. هكا الفلاح جاي جاوب غصب الكلام، طلعت هبط عليه الخوف ولا يرعش كالقصبة في الريح. السلطان لفت للسبايحية وقال لهم شقوا هالقرعة خلي نشوف قلوبها.
اتحموا فيها وجابوها يكركبوا فيها تكركيب، حطوها قدام السلطان ومنها تعاونوا عليها وشقوها. هاك القرعة العظيمة شقت منا وهي خرجت اللي في كرشها منا. يا لويز يا ذهب يا جوهر يا ديامونت يا زمرد، قلادات وسلاسل شيش خان والشي يلمع كالبرق لمعان. العينين اتجهرت والشهقة وحلت في الحلق. أشني هالخير بكله؟ الشي هذا يطلع من القرعة. السلطان ضربته البهته وبقى جامد قدامها كجبل متاع الكنوز اللي تكدس قدامه. هذا يقضى ولا منام؟ السلطان بعد ما فاق من البهتة قال لنفسه توا معقول هالخير الكل يمشي للفلاح؟ واحد جلف منتف يبات يسبح يلقى روحه يعوم في الذهوبات والديامونت والجوهر، أنا أولى بهذا الكل. الحاصل في الحين هكا الملك آمر السبايحية باش يهزوا كالفلاح. قال لهم هاو طلع سارق الكلب ابن الكلب، يهزوه من قدامي، هزوه ارميوه في الحبس. هكا الحاشية والحاضرين الكل حتى واحد ما تجرأ وقال للسلطان علاش هكا المسكين تفك له رزقه وتزيد تلوحه في الحبس. سكتوا وهكا الفلاح المسكين اتكرفت وتسلسل وتكركر يد وساق وتحط في قاع زرداب ظلام. خاتيني والله خاتيني والله ما سرقتها ما سرقت جراني. هكا السلطان بعد ما رجع للسرايا متاعو حط هكا الكنوز في الخزنة وريكتو سالت وهزو طمع. قال للوزير الأكبر متاعو شوف لي فلاح آخر ما في بالوش بالحكاية. قال لي تلهاب هكا الأرض فماش ما تزيد تنبت قرعة أخرى. جابوا له واحد ما يدل الحيرة وما فاهم حتى كعبة من الفلاحة، لا يعرفها لمنين تبدأ ولمنين توفى. قالوا له راهو سيدنا السلطان يحبك ترد هالأرض هذه خضرة بالزرع وباش يجازيك على أي حاجة تنبت فيها. هكا السيد فرح في باله حكاية سهلة متاع ضربان مسحة وتقليب. سكنوا في هكا الدار متاع الفلاح القديم واللي طيشوه في زرداب ظلام وشردوله مرته وصغيراته وتوكل على ربي. هكا الفلاح الجديد ازرع اسقى واستنى ما نبت شيء، زاد عزق مرة أخرى باقي شيء. وعلاش ما تقولش في نهار من نهارات يشوف في قرعة نابت على هاك الكرداغة بيدها. قال يا رسول الله ما نبتت كان قرعة، ظهر لي السلطان باش يلعب لي براسي. هو هكاك مازال ما كملش هاك الكلمة والسلطان حل ركبه، شاف هاك القرعة منا وصاح في هاك الفلاح أنا ينبت عندي القرعة يلي ما تحشمش. ومنها تلفت لك صبايحية قال لهم شقوا القرعة خلي نشوفش فيها. شقوا هكا القرعة القاو في وسطها قرعة. السلطان بهت وداخ في أمره في باله كي القرعة الأخرى باش يهبط منها النفيس. زر للقرعة الثانية ومنها الصبايحية قال لهم شقوها. شقوها القاو فيها قرعة واحدة أخرى. انشقوها قالوا له، قال لهم شقوها ويلقاو فيها كيف كيف قرعة. السلطان جن جنونه قال لهم برا وجيبوا لي هكا الزفت الاخر، رجعوا له الارض متاعو وحطوا هذا في الحبس. هكا السبايحية مشاو للحبس حلوا هكا الزرداب الاظلم اللي رماو فيها كالفلاح، طلوا ما لقاوشي، القاو في بلاستو قرعة. ومن نهار ذاك هكا البلاد ما عاد ينبت فيها ويكبر كان القرع. كنتم مع حكاية جديدة مع حكاهاش العروي، نص عماد بن حميدة، مونتاج وإخراج محمد بوقطايا، تقديم محمد السياري.